دار سلمتي جعل عمرك طويل كثر خيرك يا جعلت دايما فال وجود كثر خيرك يا جعلت دايما فال وجود تسلمي يا منادر كم كسبتي جميل تسلمي يا منادر كم كسبتي جميل راعية فضل للمجلس يا بنت الفهود راعية فضل للمجلس يا بنت الفهود نشكرك من عميق قبل قوم شكر جزيل نشكرك من عميق القلب شكر يا كريمة كرمكم كل يوم بزود يا كريمة كرمكم كل يوم بزود يا منادر سلمتي جعل عمرك طويل يا منادر سلمتي جعل عمرك طويل كثر خيرك يا جعلت دايما فال وجود كثر خيرك يا جعلت دايما فال وجود وارفع عقالي لها صراحه تستاهل ايوه صاحب الدكان امي ما شاء الله ولا هي باول مره الله يجزاها بالجنه قبل غدا وقبل فطور متميزه باخلاقها متميزه باسرتها وعندها ابنها الضار شاعر نادر ها زوجها ابو نادر زوجها ابو نادر لكن هو عنده اصابه في القدم وبيشاركنا يا ليت حياها الله باي وقت هذا حلا ام نادر تفضل يا ابو راشد حلا عاد ويوم حقين المشي ذولي حقين الدايت ذولي طب نطمركم كذا يعني نزالة ذي يا اخوي طيب شو اخوي صالح سمعني اخوي صالح لا هنت لا هنت وين المعالج يا لا 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 يا لا 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 ابو سليمان ذكرتني بابو سليمان والله